السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع إيمان فتيان. فيديو النهاردة هو التحدي الأول من تحدي كروشينيو. حبيت أعمل زي مذكرات كده يومية لكل تحدي أنا هعمله إن شاء الله، يعني يا رب بإذن الله أقدر أستمر وأكمل. ده كان النهاردة أول يوم في التحدي، وأنا حبيت إن أنا أعمل فراشة الصراحة، يعني بقيت يعني عندي حب كبير جدا للفراشات. فده شكل الفراشة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا غذيت عيوني جدا بصريا، يعني بنترست بقى فيه افكار كتير جدا للفراشات. ممكن تدخلوا كمان تدوروا على باترونات مجانية للفراشات، هو عامة التصميم خاص بيا. الصورة طبعا صورة فراشة، شفت صورة للفراشة يعني نفس الشكل كده، وحبيت انفذ عليها انفذها كروشيه. بقى انا كنت منفذه التحدي اللي فات، السنه اللي فاتت كنت منفذه فراشه كان لونها احمر في اسود، فالصراحه عجبتني من ساعه الفتره دي، بقت عجباني قوي قوي قوي. فقررت بقى ان انا انفذ فراشه على اول تحدي من تحدي كروشينيو. طبعا ممكن اي حد يقدر يشارك في التحدي، هسيب لكم اللينك الجروب بتاع التحدي، ومش شرط عادي، ممكن مش شرط ان انت تعملي 30 يوم شغل كروشيه، ممكن على حسب مقدرتك انت 10 ايام 20 يوم 30 يوم اللي انت حابه، بس ده هيخليكي كده يعني تحسي بالانجاز في يومك. قولوا لي رايكم في الفراشه، وتفتكروا هعمل ايه بكره ان شاء الله اللي هو التحدي بتاع تاني يوم، تفتكروا انا هعمل ايه؟ او اقترحوا عليا كمان تحت في التعليقات. هسيب لكم كمان بعض الصور اللي انا شفتها للفراشات وحبيت انفذ حاجة شبهها. وبس ده كان فيديو كده بسيط بسيط سريع سريع علشان اعرفكم باخر الحاجات اللي انا هعملها، وهنزل ريل ليها على الانستجرام، تابعوا بقى الريل بتاعي كمان على الانستجرام. هسيب لكم الروابط بتاعتي كلها في صندوق الوصف، تقدروا تدخلوا وتشوفوا معايا. وبس استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.